بالله نستعين. أعزائنا المشاهدين، أسعد الله صباحكم بكل خير. تحية من القلب لقيادتنا الرشيدة، للوطن الحبيب، للذين هم هناك يقفون، هناك يواجهون ويقاتلون من أجل العدالة والسلام ويصمدون. هناك في الحد الجنوبي حيث يضعون الخط الفاصل بين الحق والباطل، إنهم جنودنا، أبناء المملكة الأبرار، حماة الوطن وحراس أرضه وأمنه ومستقبل الأجيال. هم رجال العزم والحزم والعطاء والتضحيات التي بلا حدود. ونحن هنا في جامعة الملك فيصل في الأحساء وفي كل جامعات المملكة نؤكد أننا الجيش الرديف، جيش الشباب الجامعي الذي يضع في مقدمة أولوياته الولاء للوطن ولولي الأمر. نحمل القلم في يد وفي قلوبنا الإيمان المطلق بوحدتنا الوطنية وولائنا الأكيد لقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي عهده وحكومتهم الرشيدة. ومن هنا من رحاب جامعة الملك فيصل في أحساء الإخضرار والنخيل والوفاء نحييكم، ومن خلال نقل مباشر على قناة عين الفضائية لوقائع احتفالية الوفاء لجيشنا السعودي البطل، احتفالية تقام برعاية معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز بن جمال بن جنيد الساعاتي، يدشن خلالها ومن إعداد قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بانوراما العاصفة، لتوجيه رسالة محبة لجيشنا السعودي ولجنودنا الأبطال في الحد الجنوبي تضامنا معهم. الاحتفالية ستقام في قاعة القبة بحضور ممثلين من الجهات الأمنية ومسؤولي الدوائر الحكومية ومنسوبي الجامعة من مسؤولين وهيئة إدارية وتدريسية وطلبة. إنها رسالة وفاء وتحية تقدير وإجلال لكل ما حققه جنودنا الأبطال في عاصفة الحزم وإعادة الأمل من نجاحات باهرة، دعماً للشرعية والسلام ووقفاً لمتآمر خؤون. تشتمل بانوراما العاصفة على عدد من الأركان اجتهد فيها طلاب القسم وطالباته تحت إشراف من أساتذتهم الجادين، أبرزها العرض المجسم الذي يحاكي مسرح العمليات في الحد الجنوبي إلى جانب الأعمال الإعلامية المتنوعة مثل الأفلام القصيرة والرسوم والملصقات والمجسمات وغيرها من الأعمال الإعلامية المعبرة عن تضامن منسوبي وطلاب القسم والجامعة مع الجنود البواسل في الحد الجنوبي. كما سيشارك الجميع بتوقيعات التأييد للجنود على اللوحة الجدارية معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن جمال بن جنيد الساعاتي، يلتقي في مقر إدارة الجامعة في هذه اللحظات بمسؤولي الجامعة ومنسوبيها استعداداً للتوجه نحو قاعة القبة للبدء في بانوراما العاصفة.
قلوب عامرة بالإيمان مليئة بالثقة والعنفوان والوفاء للجيش السعودي الباسل وهو يذود عن الوطن ويقدم الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون. والذين هم خالدون في قلوب كل أبناء المملكة الغالية. إنه يوم للتضامن، يوم متصل في كل زمان ومكان، يوم يؤكد فيه طلاب جامعة الملك فيصل ومنسوبوها أهمية التضحيات. أعزائنا المشاهدين، نشاهد معالي مدير الجامعة ينتقل من مبنى إدارة الجامعة إلى قاعة القبة. بانوراما العاصفة تضع قيمة الأبطال الذين قدموا أنفسهم فداء لوطننا الغالي، دفاعا عن الحق والشرعية وطلبا للسلام لشعب شقيق. وهذا الواجب هو رؤية المملكة وقادتها في دعم الأشقاء والمسلمين في سبيل إحقاق السلام العالمي. ينطلق في هذه اللحظة معالي مدير الجامعة، يرافقه المسؤولون ومنسوبو الجامعة، الرايات الخضراء ترتفع خفاقة في سواعد الطلبة يتجهون بها نحو موقع الاحتفال. إنه يوم للوطن، يوم الوفاء الذي تعودناه من الجامعة وطلابها وكل من فيها من مسؤولين وأساتذة ومنسوبين. إنهم يتوجهون بقلوب عامرة بالإيمان بأن جيشاً تمتلئ قلوب جنوده بالإيمان وبالعزم والحزم والولاء للوطن، لا بد وأن ينتصر في كل معاركه وأن يزرع رايات الضوء ويدك مواقع العتمة. تقترب قافلة الوفاء من موقع الاحتفال، الرايات خفاقة والقلوب تنبض بالمحبة والكبرياء، وستبدأ بعد قليل وقائع الاحتفال. مدير الجامعة يرافقه منسوبوها وطلابها نحو بانوراما العاصفة. ستبدأ بعد قليل
وقائع الاحتفال في فعالية بانوراما العاصفة، والتي من إعداد قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بالجامعة. البداية ستكون مع جولة على نتاج طلاب قسم الاتصال والإعلام في كلية الآداب في الجامعة. إنها بانوراما العاصفة، والوفاء جسر تواصل أكيد وصادق يمتد من هنا، من رحاب جامعة الملك فيصل ليصل إلى هناك، حيث يسجل أبطالنا أروع آيات الانتصار والبطولة. أحييكم من جديد ومن خلال المركز الجامعي للاتصال والإعلام في الجامعة، وأترك بقية الحديث لما كتبه طلابنا من كلمات ومواقف لا يمكن اختزالها بالكلام. حياكم الله. السلام الملكي. قبل ما هذا اللي بيمسك المايك، هو اللي بيمسك المايك. خليك هنا. الله وبركاته. تشرفنا الطالب عبد الله خالد عبد الرحمن القمان بتقديم أركان هذا المعرض، معرض بانوراما العاصفة. والبانوراما هي الرؤية الشاملة التي يقدم من خلالها قسم الاتصال والإعلام رسالة إلى العالم أجمع على ترابط أبناء هذا الوطن، وكذلك رسالة خاصة لجنودنا في الحد الجنوبي أننا لم ولن ننساهم أبدا. وسيشاهد معاليك والسادة الزوار مجموعة أركان توضح اعتزازنا بجنودنا البواسل. فلتتفضل معاليك والسادة الزوار إلى الركن الأول، والذي سيقدمه لك زميلي محمد الهزاع. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا سعادة مدير الجامعة وضيوفه الكرام. معكم الطالب محمد سعد الهزاع من كلية الآداب قسم الاتصال والإعلام. يوظف أحدث تكنولوجيا الصحافة، وهي صحافة الانفوجرافيك، التي من خلالها يتم مزج المعلومات والرسومات من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة. أيضا هذا الركن يعرض فيه معلومات منظمة ومنسقة منذ بداية عاصفة الحزم حتى نهايتها. معكم زميلي يكمل معكم باقي معلومات الركن. السلام عليكم، معكم فارس الفارس قسم اتصال وإعلام. طبعا هذه الشاشة تتكلم عن أحداث عاصفة الحزم بداية الحرب إلى نهايتها. هناك مبررات كثيرة أطلقت لعاصفة الحزم، أهمها حفظ الأمن الخليجي اليمني، ومبررات كثيرة منها تخريب الحوثيين والعدوان على اليمن. كانت هذه مباراة من أهم المبررات التي أطلقت عاصفة الحزم. كان هناك 400 جريمة ارتكبت من جماعة الحوثيين في خلال 48 ساعة فقط في اليمن، من اختطافات وهدم منازل وسرقة سيارات. يوم 6/6/1436 كونت 10 دول تحالف، سمي هذا التحالف بعاصفة الحزم. كانت هذه الدول تمثل كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت ومصر والأردن والمغرب والسودان وباكستان. في يوم الخميس الساعة 12:30 ليلا دخلت هذه الدول إلى اليمن لردع العدوان الحوثي عن اليمن. كانت الدول المؤيدة لعاصفة الحزم هي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتركيا، أما الدول الرافضة فكانت العراق وسوريا وروسيا وإيران. شارك الجيش السعودي ب100 مقاتل طائرة حربية و150,000 مقاتل ووحدات بحرية أيضا. كانت أهم الأهداف التي تحققت في عاصفة الحزم هي حفظ الأمن الخليجي واليمني وحفظ استقرار الدول المجاورة. شكرا معالي المدير، شكرا ضيوف الكرام لسماع سعادة.
السلام عليكم، معالي مدير الجامعة. معك الطالب عبد المحسن عادل الجوف، طالب في قسم الاتصال والإعلام. كما هو موضح في الركن، ملصقات وعبارات تذكارية عن وفي عاصمة الحزم. حتى لا أطيل، نبدأ معكم في الصورة الأولى. هذا الجندي وابنة على سرير المرض، مع ذلك ضحى بأنه يروح في الحد الجنوبي للدفاع عن الجنوب. مع ذلك شنو أغلى من الوطن؟ أو شنو أغلى من الولد؟ ما في شيء أغلى من الولد إلا هو الوطن. ميكروفون كده. أما لو تشوف جمال هذه الصورة، هذا المهندس وهذا الجندي وهذا الطبيب وهذا المزارع، أيضا حتى الحرمة هذه، كلنا جنود للوطن. وانتقل معكم إلى هذه الصورة، فيها لو تركز فيها فيها معنى عميق. روية في الحديث: عينان لا تمسهم النار، عين باتت تحرس في سبيل الله. أما أختم في هذه الصورة، اختارت وكالة ريتوز عن هذه الصورة كأفضل صورة التقطت عام 2010 لجندي سعودي يلتهم أفعى. يعطيكم العافية، شكرا لاستماعكم. مرحبا بك يا مدير الجامعة، أهلا بك وبضيوفنا الكرام في الكتيبة الإلكترونية. الكتيبة الإلكترونية طبعا رسالة محبة إلى جنودنا في الحد الجنوبي، هي مبادرة من قسم الاتصال والإعلام جامعة الملك فيصل كلية الآداب. طبعا الكتيبة الإلكترونية فكرتها تقوم هذه الفكرة على نصرة إخواننا وأبطالنا في الحد الجنوبي، وكيفية التصدي للإشاعات التي تواجهها المملكة العربية السعودية. نحن كإعلاميين نحارب هذه الشائعات بقلمنا وكتبنا وحروفنا، وهم يدافعون عنا بأسلحتهم وطائرتهم. ولكل فكرة أهداف، ومن أهداف هذه الكتيبة أن تكون التدريب المستمر على كيفية التصدي لهذه الشائعات، وبث الوعي لدى شبابنا في المملكة العربية السعودية وفي دولنا العربية والإسلامية. وثالثاً إنتاج مواد إعلامية، مواد إعلامية لا تقتصر فقط على الفيديو أو الصورة، لكن تقتصر أو تتكلم عن معارض، نفس هذه المعارض رسائل، كلمات يتكلم عنها الداني والقاصر. طبعا هنا الكتيبة الإلكترونية، هذا الكتيبة الإلكترونية اللوجو الذي سوف نتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا طبعا من تصميم زميلي محمد الدوسري. هذه الكتيبة نتمنى منكم كمسؤولين وكإعلاميين حاضرون هنا أن يدعموا هذه الكتيبة الإلكترونية، لأنها الدعم لجنودنا في الحد الجنوبي. وانتقل إلى زميلي عبد الرحمن الملحم لتعريفنا بالكتيبة الإلكترونية باللغة الإنجليزية. We students of communication and media, College of Arts, King Faisal University, launch our initiative, Electronic Battalion, to express our deep gratitude and unlimited support to our brave soldiers in the southern borders. Colleges and universities in Saudi Arabia are invited to join and participate. Thank you. السلام عليكم، حياك الله معاليك. معك الطالب خالد إبراهيم الفزع من قسم الاتصال والإعلام. تعتبر الرسوم الساخرة الكاركتير إحدى فنون الصحافة، بل تصورت تصبح نوعا من الأنيميشن أو الرسوم المتحركة التي يعبر عنها الفنانون أو الإعلاميون بشكل معنى ساخر. وهذا بعض الرسومات التي قدمها الطلاب والطالبات في عاصفة الحزم. وشكرا معاليك.
السلام عليكم معالي مدير الجامعة، أرحب فيك مرة ثانية معك ابنك يوسف القرينيس أحد طلاب القسم الاتصال والإعلام. طبعاً هذه الصورة تعبر عن سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وهو يحيي أبنائه. طبعاً هذه الصورة الثانية يوم كان العدو الحوثي خيارات عسكرية في الحدود الجنوبية كان يتناور، وكان جنودنا والحدود العسكرية كانت ضدهم. طبعاً هذه الصورة صورة فكاهية شوي، وهم يعبرون عن الحوثيين يعتبرونه مثل الحشرات. فطبعاً هذه الرسمة عن الحشرات اللي يفلتونها كذا. فالصورة الثانية مثل المواطنون اللي هم المملكة تعبر عن ورق من قلم، وهي قلمها مثل التعاون ضد الإرهاب ضد الفتنة اللي نواجهها. طبعاً هذه الصورة ديناصورات، يعتبرون الحوثيين أنفسهم مثل الديناصورات، أنهم أقوياء، أنهم مهيمنين على بعض المناطق اليمنية. طبعاً هذه الصورة تقودهم امرأة وهم على سلسال، وهم تقودهم على مزية امرأة. هذه الصورة إفعى اللي هم يقدر أي حد من حدود المملكة أن يحدهم من حدودنا يقطعهم. وشكراً معاليك وشرفتنا ونورتنا في معرضنا مرة ثانية. حياكم الله معالي مدير الجامعة الحضور الكريم. في قسم ركن اللغة العربية قامت بجمع عدة قصائد قيلت في عاصفة الحزم، ومن ضمنها قصيدة النصر للدكتور محمد الدوغان، وقصيدة سداسية العاصفة للطالب سعيد الشهري، وقصيدة أخرى حلق بعاصفة للطالب عبد الله الخضير. والآن مع مشاركة مع الطالب عبد الله الخضير. سعيد فيكم طال عمرك، وأنا الآن في موقف الشرف، وأنا أعد نفسي من جنود الحد الجنوبي وإن كنت في الأحساء. سارعي رفرفت على كل واد، وفؤادي موشح بالولاء، نحن شعب ملكنا يحتوينا، إنما الحب شيمة النبلاء. ذا مليكي يقول أجمل قول كي يحث الخطى إلى الجوزاء. يا مليك السلام في كل ساح بك نسمو إلى سماء السماء، كل شبر بأرضنا سوف يبقى شامخا لا بقاء للعملاء. كل شبر بأرضنا سوف يبقى شامخاً لا بقاء للعملاء. من عسير المنى كتبت قصيدي وصداه في مكة الغراء، ينبت الورد في حقول تبوك وشذاه في واحة الأحساء. شكراً. أهلاً وسهلاً بمعالي مدير الجامعة وضيوفه الكرام. في مشاركة قسم الدراسات الإسلامية عبارة عن رسالتين يقدمها الجبهة الداخلية. طالب عامر ناصر الدوسري، نتكلم عن الصف الداخلي، ونحن جنود طلاب وجنود ندعم المرابطين في الحد الجنوبي بالعلم والعمل والإيمان، لأن الحضارات والانتصارات لا تقوم إلا بهذا وذاك، أي بالعلم والعمل والإيمان. ونحارب كل الشائعات وندحضها وعدم الإصغاء إليها. وشكرا. ورسالة من الجبهة الخارجية على الحد الجنوبي. معكم الطالب عبد الرحيم الجوف قسم الدراسات الإسلامية. وأما الرسالة الثانية فهي الرسالة المرابطين الأشاوس على الحد الجنوبي، وتتضمن أولا إثراء الجانب الإيماني في المرابطين، ثانيا تهيئة المرابطين فكريا، ثالثا تذكير المرابطين بفضل الجهاد في سبيل الله. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نشكر معالي مدير الجامعة وضيوفه الكرام، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينصر جنودنا المرابطين على ثغور الحرمين الشريفين، وأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولي عهده، ويرزقنا جميعا الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا معالي مدير الجامعة وضيوفنا الكرام، معكم الطالب سعد البيشي من قسم الاتصال والإعلام. في هذا الركن مجسمات أعدت من قبل طلاب وطالبات الجامعة ليعبروا عما في قلوبهم من حب من أجل جنودنا البواسل في الحد الجنوبي الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أمن واستقرار هذا الوطن الغالي، وأيضا كتعبير رمزي عن وجودنا معهم. والآن أترككم مع زميلي. أهلا وسهلا معالي المدير، أعرفكم بنفس الطالب عبد العزيز البخيل من قسم الاتصال والإعلام. أعرفكم على هذه المجسمات المختلفة من طائرات ومدرعات مع يد مرفوعة إلى الله بالنصر والثبات، وهذا المجسم هو أحد المجسمات معنا ابن الوطن الذي يشير برسالة واضحة: يا وطن كلنا جنود من الطبيب إلى العامل. وهذه رسالة حملتها للجيش السعودي حملة الطلاب والطالبات، رسالة تقديرية واعتزاز لجنودنا البواسر. وشكرا معالي المدير. اهلا وسهلا معالي مدير جامعة الملك فيصل، معك الطالب من قسم الاتصال والاعلام عبد الله عادل غزال. طبعا هذه الشعارات مقدمة من طلاب وطالبات قسم الاتصال والاعلام، وهي عبارة عن شعارات وزارة الدفاع والداخلية، وهي رسائل معنوية ودعم لجنود جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي. وشكرا لكم معالي. عندك ورقة فضية؟ نعم. معالي المدير الجامعة، هذه عبارة عن مجسمات لجميع قطاعات القوات المسلحة، وهي عبارة قدمتها الطالبات لجميع القطاعات الموجودة المشاركة في عاصفة الحزب، وكل واحدة من هذه المجسمات تحمل رسائل معينة إلى جنودنا. بعد إذن عليكم. في 1000 رسالة. أرسلوا يا فندم 1000 رسالة إلى حقيقية وصلت إلى الجنود بالفعل في الحد الجنوبي. لا، هي كل قطاع بيحمل رسائل مختلفة. ألف رسالة يا فندم، وعلى إن شاء الله بإذن الله وصلنا الرد، وإن شاء الله في فيلم مفاجأة الحفل سعادتك إن شاء الله بإذن الله تشوفه، بحيث أن نرى رد الجنودنا هناك إن شاء الله. الله يكرمك. السلام عليكم، مرحبا بك معالي مدير الجامعة، مرحبا بكم سادة الحضور. معكم الطالب عبد الله بن وليد البوعلي، طالب بجامعة الملك فيصل كلية الآداب قسم الاتصال والإعلام. مرحبا بكم في هذا المعرض في ركن رسالة إلى حماة الوطن. هذا الركن أقامه طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل بكلية الآداب، حيث أنهم كتبوا أكثر من 1000 رسالة وبالفعل أرسلوها إلى الحد الجنوبي. نتشرف من حضرة معاليك بكتابة رسالة أثناء الحفل، سوف نقوم بإرسالها إلى الحد الجنوبي بإذن الله. شكرا لك حضرة معاليك. أهلا وسهلا بك معالي مدير الجامعة وضيوفه الكرام، معكم الطالب عبد العزيز الجماعي، طالب بكلية الآداب قسم الاتصال والإعلام. سوف أتحدث لكم عن ركن الرتب العسكرية. هذا الركن يحاول التعريف بالرتب العسكرية لكافة القطاعات العسكرية المشاركة في عاصفة الحزم. فكما هو موضح لنا، كل قطاع يحاول التعريف بشكل مختلف عن غيره،
والتي تبدأ من بشكل مختلف عن غيرها من الرسب، والتي تبدأ من الجندي وتنتهي بفريق أول. شكرا لكم. بسم الله، السلام عليكم. مرحب بك معالي المدير، مرحب بالحضور. تشرف قسم الدراسات الاجتماعية بمشاركة في هذا المعرض بانوراما عاصفة الحزم، وسنلقي معاليكم والإخوة الحضور الضوء على جانبين مهمين من طبيعة عاصفة الحزم، وهو الجانب الطبوغرافي الجغرافي والجانب الإنساني التي غفلت عن كثير من وسائل الإعلام المغرضة التي تصور الحرب على أنها دم وأنها حرب غير أخلاقية. أما باستعراض هذه الجوانب تؤكد أن المملكة العربية السعودية بلد إسلامي يحمل يعني تمثل القيم في كل المواقف، ولا أدل على ذلك من مركز الملك سلمان للعمل الإغاثي الذي انطلق منذ الساعة من الدقائق الأولى لانطلاق عاصفة الحزم. ومع الطالب عبد الله يعطيكم نبذة عن الموضوع. معالي مدير الجامعة، الضيوف الكرام، نرحب بكم في ركن قسم الدراسات الاجتماعية، وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن رئيس القسم والأساتذة والطلاب والطالبات أشهدكم أننا نعاهد الله ثم ملكنا على نصرة وطننا العزيز على قلوبنا، وأننا جميعا فداء لترابه ومقدساته. وبناء على دراستنا في شعبة الجغرافيا نخبركم عن نموذج طبوغرافي عن طبيعة المكان، إذ كما تلاحظون في الحد الجنوبي اللون الأبيض تصل درجة الارتفاع إلى 2500 عن متوسط سطح البحر. ننتقل إلى النموذج الآخر الطبوغرافي، إذ كما تلاحظون ترتفع من درجة الشرق إلى الغرب وتزداد في الحدود حدود اليمن، إذ تصل مما يتصعب على جنودنا مما تطلب من جنودنا بذل مجهود في الدفاع عن وطننا. ونسأل الله لهم السلامة والتوفيق والنصر. وننتقل للجانب الإنساني والإغاثي مع زميلنا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بمعاليكم وضيوفكم الكرام، ونود أن نلقي الضوء على جانب مهم، وذلك الجانب التي تسعى وسائل الإعلام إلى تجاهله في الجوانب الإنسانية والإغاثية لعاصفة الحزم: الجسر الجوي، الجسر البري، القوافل البحرية التي تنقل الإغاثي لعاصفة الحزم، وكذلك إعادة العالقين وإيواء اللاجئين. وهذه الحرب تؤكد أنها حرب أخلاقية، وتؤكد على القيم الإسلامية للمملكة، وتوجد شرائح تؤكد أعمال المركز للملك سلمان للإيقاف خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وطال في عمره. الطاقم مركز الملك سلمان للإغاثة، الجسر الجوي لنقل الإغاثة للشعب اليمني، الجسر البري لنقل الإغاثة للشعب اليمني، إعادة العالقين، الجسر البحري وكذلك لنقل الإغاثة للشعب اليمني، إيواء اللاجئين وكذلك يوفر الاحتياجات الإنسانية من الغذاء والدواء. شركاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية: إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية: شكر الشعب اليمني لإسهامات الملك سلمان، وفي الختام نكرر الترحيب بمعاليكم، ونتمنى لجنودنا البواسل السلامة والنصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بمعاليكم وأصحاب السعادة والضيوف الكرام بحفل ختام أنشطة الكلية، وكما سيرى معاليكم هذه تمثل بعض من أعمال طلبة الشعبة في قسم الدراسات الاجتماعية شعبة الجغرافيا، عبارة عن أطالس، هذه لعلها تمثل بعض من النماذج. ويسر الشعبة والقسم إهداء معاليكم هذا الأطلس وهذه الخريطة والتي سيتم ترتيب إرسالها إلى مكتب معاليكم إن شاء الله، وشكرا. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. مرحبا مع المدير الجامعة. هذا الركن احنا عدنا حملة كاملة كانت تستهدف إقامة معرض كامل تحت شعار معا نبني الوطن، ولكن الحقيقة أردنا أن يكون هذا الركن تتمة لهذا الجهد الموجود، بحيث أن احنا نوصل رسالة حقيقية إلى جنودنا في جميع الأماكن في المملكة العربية السعودية وفي الحد الجنوبي بشكل خاص، أننا معهم، هم في الجبهة الخارجية ونحن معهم في الجبهة الداخلية. هذا الركن هو نموذج مصغر من حملة إعلامية كبيرة عدها الطلاب والطالبات قسم الإعلام. وهي تشتمل على ما يزيد من 70 مطوية و15 بانراً. ورسالتنا لجنودنا البواصل أننا معكم وبكم، وأنتم حماتهم من الخارج ونحن حماتهم من الداخل، وشكرا. السلام عليكم، معك إبراهيم دعج من قسم الاتصال والإعلام. جسدنا من خلال هذه البنرات حالة التلاحم والتآخي بين شعوب المملكة، وكذلك أردنا من خلال هذه البنرات الجمع بين الحاضر والماضي، وقد أشهدنا بالانتمائنا وقد أشهدنا من خلال هذه البنرات بأن نقول بأن نبني الوطن معا. شكرا. مرحبا بك معالي مدير الجامعة، ومرحبا بضيوفك الكرام. سوف أبسط لكم معاني هذه اللوحات بشكل مبسط جدا وسريع. فلدينا اللوحة الأولى، فهي التي تمزج بين الماضي والحاضر، وهو إن شاء الله عنوان لمستقبل مشرق بإذن الله. اللوحة الثانية تشبه الوطن بالسفينة، فالسفينة لا تتأثر بالموج والماء إلا إذا دخل الماء داخلها. وهنا سؤال، لماذا نحب وطننا؟ فهذه رسالة وجواب لهذا السؤال. ولدينا أيضا أن الوطن له فارس، وفارس هذا الوطن هو الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله. وأيضا لدينا اللوحة الأخرى، وهي ترمز إلى التطور العمراني الذي يضاهي أكثر العواصم تطورا. وأيضا لدينا لوحة أخرى نقول لها كطلاب وكشعب واحد لا للإرهاب. ولدينا اللوحة التي هناك، وهي تعبر عن الانتماء والدعاء لحفظ هذا الوطن. وأيضا اللوحة الأخيرة، اللوحة الأخيرة هناك، لن يتم بناء هذا الوطن إلا بالحفاظ على الوقت. اهلا وسهلا معالي مدير الجامعه والحضور الكرام، صباح الخير. بدايه، طالب حسين محمد الشهراني قسم الاتصال والاعلام. قمنا طلاب قسم الاتصال والاعلام بانتاج ما يزيد عن 20 فيلم وثائقي، وتم الانتقاء بعض الافلام منها لعرضها لسعادتكم. بدايه، يوجد فيلم من انتاج واعداد وتقديم طلاب قسم الاتصال والاعلام بعنوان نداء الوطن، وايضا يوجد رساله فيلم وثائقي قصير رساله الى جنودنا في الحد الجنوبي.
أيضا يوجد فيلم وثائقي عن إنجازات المملكة العربية السعودية، ويوجد برامج إذاعية من إعداد طالبات قسم الاتصال والإعلام بعنوان تغريدة صباح. أيضا كما ستشاهدون سعادتكم والحضور الكرام مفاجأة في العرض الخطابي من إعداد طالبات القسم. السلام عليكم مدير معالي مدير الجامعة، مقدم إليكم فيلم من إعداد طلاب قسم الاتصال والإعلام باسم صقور الحزم، وهو يحكي عن قصة ثلاث جنود يتذكرون ماضيهم وما تركوه من هموم في بلادهم، وأتوا لتلبية النداء، فهذا هو الفيلم. معاكم الطالب أحمد المكي من قسم الاتصال والإعلام، حاب بكوني من ذوي الإعاقة الحركية أن أصمم هذه اللوحة التي تمثل أن ذوي الإعاقة الحركية قادرين على أن يبنوا المجتمع، وأنهم قادرين على أن يرتفع ويرتقوا بالمجتمع إلى أحسن حال بجميع المجالات وبجميع أنواع إعاقاته. بارك الله فيك، شكرا شكرا. ما عليك، تفضل من هنا لو سمحتوا. بس يا أخوان آخر ركن لو تكرمتوا. حياكم الله معالي المدير، حياكم الله معالي اللواء. هذا الركن بيمثل أهم الأركان في بانوراما العاصفة. في قلوبنا شيء مهم جدا لهذا الركن، هو ركن الشهداء أو هو روضة الشهداء. هذا الركن فيه دلالة مهمة جدا أن الشهداء صعدوا إلى السماء، و أبناء الشهداء جذورهم متواجدة وموجودة معنا في، ولهم جذور موجودة معنا في هذا المكان. هذا الركن في حصر لعدد كبير جدا من شهداء عاصفة الحزم. حاولنا بقدر الإمكان إن احنا نوثق كل معلومة عن كل شهيد، سواء كانت قيادات عسكرية مثل اللواء عبد الرحمن الشهراني أو من أي رتبة من الرتب العسكرية المختلفة. نحن نعتز جميعا بهذا الركن، الشهداء في قلوبنا، الشهداء إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهم معنا وأبناؤهم في عيوننا. كما نلاحظ هكذا أولي الأمر في هذا الوطن الحبيب يقدموا أفضل رعاية ويحنون على هؤلاء الأطفال من أبناء الشهداء. تفضل معالي. بسم الله. والله قلت لك عبد العزيز، عبد العزيز لا تشرف فيها تكلم حضرتك، شو بيجي الحين؟ طب كنا عشان ما يشتر شوي تأخر وشتر ويقول السلام عليكم الصوت يشتغل. الله أول يوصل المدير يقول السلام عليكم. هو عبد العزيز وشتر ايه. اذا جتك الاشاره ها من عندك خلاص يا فنان حسين. حسين الاشاره عندي انا ها. ملكي
السلام الملكي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صاحب المعالي مدير الجامعة أصحاب السعادة وكلاء الجامعة أصحاب السعادة عمداء الكليات ضيوفنا الأعزاء من قيادات الحرس الوطني السادة أعضاء هيئة التدريس إخواني الطلاب ضيوفنا الكرام مشاهدي قناة عين الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في بانوراما العاصفة بانوراما العاصفة هي رسالة محبة من جامعة الملك فيصل إلى أبطالنا في الحد الجنوبي والآن مع نتاج طلاب وطالبات قسم الاتصال والإعلام في هذا الفيلم الوثائقي المعبر دقائق مبهجة مع ما أنتجه طلبتنا لقد جاءت تلبية دومنس التعاون لدول الخليج العربية لدعوة فخامة الرئيس الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل الخروج باليمن من ما هو فيه إلى بر الأمان وما بما يكفل عودة الأمور إلى أصحابها في إطار المبادرة الخليجية فقد جاءت استجابة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في عاصمة الحزم للوقوف إلى جانب اليمن الشقيق منذ القدم يعانق فيها السماح الهمم
رسالتي لأبطالنا في الحد الجنوبي، أقول لهم أنتم تنتمون إلى أقدس بلد في العالم، وتحكمكم حكومة جعلت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهجا ودستورا، فأنتم في حفظ الله ولن يضيعكم ربكم سبحانه وتعالى، ورسالتكم سامية ومكانكم في قلوبنا جميعا، ودائما أنتم معنا ومن. بمكة صرح الهدى عمرا، ليبقى المزار المنيع الذرى، أعز به الله أم القرى. تعجز كلماتي عن وصف مشاعري الخاصة بهذه المناسبة العظيمة، أن نقف في جامعة الملك فيصل مسؤولا وطالبا وأستاذا لنقدم رسالة محبة إلى أبطالنا في الحد الجنوبي، وأن تقف الجامعة شامخة في أن تقول للمجتمع بأسره: هؤلاء هم الأبطال الحقيقيين الذين يقفون على الثغور. كما أنني أدعو للشهداء الذين تقدموا بأنفسهم وضحوا بكل ما يملكون وهي الروح من أجل الوطن. يمينا بخالقنا الأوحدي، علينا ونحن رجال الغدي، عهود الحفاظ على السؤددي، بصدق الرعاية للمهتدي وصدق الرماية اللي أحب أن أكده أنه لله الحمد عملية عاصفة الحزم تكللت بالنجاح. أشكر بادرة جامعة الملك فيصل بالإحساء، وأيضا طلبة الكلية. شعور الجامعة الطيب واستشعارهم بما يعملونه العسكر وزيارتهم لنا، هذا شعور يعني يعتبر شعور جيد، وشعور والله الحمد فياض من قبل ناس مسؤولين مسؤولية كاملة عن هذه الجامعة، وهذا دليل على أن الجميع يعمل في خندق واحد، سواء في الجامعة أو في الميدان أو في الوظائف المدنية. ولله الحمد جميع موظفين الدولة على مستوى العسكر أو على مستوى المدنيين جنود لهذا الوطن وحماة لهذا الوطن، وجميع الأخوان الزوار أو المواطنين أو المقيمين في المملكة يعتبرون أيضا من جنود هذا الوطن الغالي. طبعا الحمد لله والشكر حنا في لواء الملك عبد العزيز على أهبة الاستعداد لحماية الوطن من أي معتدي، سواء في جنوب المملكة أو في شمالها أو في شرقها أو في غربها. أحب أشكر الشعب السعودي على اهتمامهم ودعمهم لنا معنويا في عاصفة الحزم، ما كان له أثر إيجابي على أفرادنا وعلينا حنا كلنا. وأحب أشكر جامعة الملك فيصل على اهتمامهم في مرحلة عاصفة الحزم. شكرا لكم. في ناس سهرانة لجل أنتوا تناموا، لا تنسونهم من دعاكم. الله ثم الوطن ثم الملك. التضامنية مع جيشنا السعودي الباسل وأبطاله.
لابد لعميد كلية الآداب سعادة الأستاذ الدكتور ظافر بن عبد الله الشهري من كلمة بهذه المناسبة. فليتفضل سعادته مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب المعالي مدير الجامعة، أصحاب السعادة، وكلاء الجامعة، أصحاب السعادة، ضيوفنا من قيادات الحرس الوطني بالأحساء، زملائي أصحاب السعادة، عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، أبناء الطلاب الذين أنتجوا هذا العمل بجهدهم الخاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا صاحب المعالي، وأنتم تتوجون برعايتكم هذه الحملة الوطنية المتمثلة في بانوراما العاصفة، رسالة محبة لأبطالنا في الحد الجنوبي تقدمها جامعة الملك فيصل من خلال جهود طلابها وطالباتها، إيماناً بهذا الدور الكبير الذي يقوم به رجالنا أبطال القوات المسلحة في كل مكان. صاحب المعالي، بدأت كلية الآداب العام الدراسي 1436-1437 بحملة عفواً وطني أولاً، وها هي تختتم عامها بحملة بانوراما العاصفة، وبين الحملتين يقف الوطن شامخاً في قلوبنا. وقد قدمت الكلية في هذا العام مجموعة من المناشط أجملها في الآتي: 6 حملات توعوية، 12 نشاطاً ما بين ندوات ودورات وورش عمل، أكثر من 15 محاضرة ثقافية، 5 معارض متخصصة، وهذا سادسها. وقد نفذ في قسم الطالبات عدد من الأنشطة لم أذكرها هنا، وأزف لكم يا صاحب المعالي والسادة الحضور أنه وبناءً على توجيهاتكم تم، وبمتابعة سعادة وكيل الجامعة، تم استلام مسرح كلية الآداب في قسم الطالبات، ويتسع ل1200 طالبة، وسيقام حفل التخرج لهذا العام يوم الثلاثاء تحت رعاية سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات في هذا المسرح. صاحب المعالي، لقد قطعت الكلية شوطاً كبيراً في مجال مراجعة وتطوير خططها الدراسية وفق ما رأته وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية، سعياً للحصول على الاعتماد الأكاديمي، وإن شاء الله سوف تسلم الكلية هذه الخطط كاملةً من جميع النواحي في الوقت المحدد قبل نهاية هذا الفصل. وفي مجال الدراسات العليا يوجد في الكلية 12 برنامجاً، 10 برامج للماجستير، وبرنامجان للدكتوراه في 4 مسارات. وقد ناقشت الكلية أول 3 رسائل دكتوراه في تاريخ جامعة الملك فيصل هذا العام. صاحب المعالي، استمد أبناؤكم طلاب وطالبات الكلية همة القيام بهذه الحملة تجاه أبطالنا في الحد الجنوبي من مبادرة معاليكم عندما وجهتم حفظكم الله بإعفاء العسكريين المشاركين في عاصفة الحزم من الدارسين في الجامعة بنظام التعليم المطور للانتساب من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني 1435-1436، كما وجهتم بوضع آلية مناسبة تراعي ظروفهم فيما يخص احتساب درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لمن لم يستطع تأديتها في وقتها المناسب. وقد أعدت عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد خطة بهذه المناسبة. صاحب المعالي، أيها الأخوة الكرام، في مجال الأنشطة الرياضية والثقافية حصلت الكلية على عدد من البطولات في داخل الجامعة، كما سيرت رحلة ثقافية لجامعة 30 طالباً من طلابها المتميزين لجامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى، وقاموا بزيارة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية هناك، ولكلية الإعلام والاتصال، ولكلية العلوم الاجتماعية. صاحب المعالي، أصحاب السعادة الضيوف، سيتشرف طلابنا المشاركون في هذه الأنشطة الثقافية والرياضية والمتفوقون دراسياً
وبعض منسوبي الكلية من الموظفين والفنيين بالسلام على معاليكم واستلام شهادات التقدير والهدايا. أما الزملاء أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام ووكلاء الكلية فكلهم جميعاً يستحقون التقدير والثناء، ولكنهم أبوا أن يكرموا على واجباتهم لأن ما قدموه لأبنائنا الطلاب والطالبات على المستوى الأكاديمي واللامنهجي يرون أنه من صميم واجباتهم، فتكريمنا جميعاً في الكلية إنما يكمن في حضور معاليكم لأنشطة الكلية ودعمكم المتواصل دائماً أنتم وأصحاب السعادة وكلاء الجامعة. حفظ الله هذا البلد وأيد بنصره حكومتنا الرشيدة، والسلام عليكم ورحمة الله. تؤكد بانوراما العاصفة أن ما ترونه أمامكم من جهود إنما هي نتاج عطاء طلابي مرتبط بمغررات يدرسونها في قسم الاتصال والإعلام. كما نؤكد على أن الأساتذة الكرام لهم دورهم الكبير في تحفيز طالبات وطلاب القسم في تقديم هذه المفاجأة. والآن مع مفاجأة البانوراما، إهداء من طالبات قسم الاتصال والإعلام الذين تواصلوا مع الجبهة في الحد الجنوبي وسعوا إلى إيصال رسائل طالبات جامعة الملك فيصل التي بثوا من خلالها أصدق المشاعر والأحاسيس. سنترك لكم الفيلم ليقدم حكاية الرسائل واستقبالها من أبطالنا في الحد الجنوبي. أوقات ممتعة. إحنا طالبات قسم الاتصال والإعلام جامعة الملك فيصل مدينة الأحساء، نحب وطننا السعودية اللي عشنا وكبرنا وتعلمنا فيها، وأهم شيء حسينا فيها بالأمن والأمان. نحس بفرحها ونتألم الألمها، هزتنا عاصفة الحزم وتأثرنا بجنودنا وأخواننا بالحد الجنوبي. فكرنا كيف نساهم باسم جامعتنا في دعم جنود حماة الوطن. عملنا حملتنا رسالة إلى حماة الوطن، بدينا بإعداد نموذج الرسالة الورقي يعبر عن الوطن وعن خريطة المملكة. نفذنا حملتنا لتوعية الطالبات وتحفيزهم على المشاركة بكلمات معبرة من القلوب لدعم الجنود. الحملة كان عليها إقبال كبير ودعم ما كنا ملحقين من تزاحم الطالبات لكتابة الرسائل. جمعنا الرسائل ولفيناهم بشرايط خضراء وحطيناها في صندوق وارسلناها لجنودنا في نجران بالحد الجنوبي. تابعنا ردود أفعالهم من خلال التواصل مع قياداتهم الرشيدة، وكانت ردود أفعالهم مرة حلوة. حسينا بالفخر والاعتزاز وحسينا أنه لنا دور في ساحات الحرب لدعم الوطن. جنودنا استقبلوا رسائل طالبات جامعة الملك فيصل بكل ود وترحيب، وعبروا بكلمات صادقة عن سعادتهم بأن يكون شباب وشابات الوطن خير داعمين للجبهة وجنودها. حكوا الكثير من العبارات اللي ما يسع المجال أن ننقلها، وإحنا بدورنا نأكد أن طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل جزء لا يتجزأ من أبناء الوطن، يتفهمون مسؤولياتهم اتجاه وطنهم وأمنه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أحب أشكر منسوبي جامعة الملك فيصل في المنطقة الشرقية وطالبات القسم على جميع ما بذلوا لإيصال هذه الرسائل التي دعمت وساندت إخوانهم المرابطين على هذا الثغر. الشكر موصول لكل شخص بعث برسالة تحمل في طياتها المعاني السامية والمحبة الكبيرة لهذا الوطن، والشكر لكل من حمل هم لهذا الوطن. لا يسعني أن أقول إلا شكرا من القلب إلى القلب، والسلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام، حملتنا مستمرة، ننتظر كلماتكم بخط يدكم إلى حماة الوطن من خلال المشاركة بالركن الخاص بحملتنا في المعرض. جنودنا بحاجة لكم ودعمكم المستمر. وفق الله بلادنا ومليكنا إلى ما فيه الخير والأمان. ولأن ختامها مسك، فهذه المناسبة الوطنية الغامرة تضم حفلاً تكريمياً لمن أعطوا وبذلوا وعملوا في كليتنا الغراء، كلية الأدب. هذه الكلمة التي تبذل جهودها في إطار الجامعة الأم تسعد الآن بتكريم منسوبها. أما الآن ضيوفنا الكرام، لا بد لقائد هذا الركب ودعم هذا العطاء من كلمة، فمع كلمة صاحب المعالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز بن جمال الساعاتي. ما تكون مباشرة أفضل ما تكون مسجلة سعادة المدير الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام من قطاع قيادة الحرس الوطني، الإخوة الزملاء، الإخوة الحضور، الكلمة مسجلة لكن حديثنا المشاعر و ما شاهدناه اليوم حقيقة يجبر الواحد فعلا أنه يتلافى شوية للتسجيل ويقول شيء من قلبه. أخوتي الكرام، يعني تاريخ عبر ودروس، لكن أصدق شيء في التاريخ يوم يكون لنصرة الحق، للدفاع عن الوطن، لنصرة المظلوم، للدفاع عن هذا الكيان، الكيان اللي يقوم على ثوابت راسخة، على ثوابت الإسلام. الحملة اللي قامت بها الجامعة ممثلة بكلية الآداب وبقسم الاتصال والإعلام وبالمشاركة الكبيرة من الطالبات والطلاب، هي تعبير بسيط جداً لناس استحقوا أكثر. يعني ما شاهدنا اليوم حقيقةً يعني يثلج الصدر، لكن حق اللي يدافعوا عن الوطن هذا، ونحن أيام اللي يدافعوا عن ثغور الوطن في كل أنحاء الوطن وخاصة في الحد الجنوبي، حقيقةً يلزم مننا فعلاً نقدر العمل اللي قوموا به، نذكرهم بخير، نحاول بقدر الإمكان فعلاً نوصل رسائل الحب والولاء لهذا الوطن الغالي. ما بطيل أنا حقيقةً إن كان الكلمات موجودة مسجلة، لكن نتقدم بالشكر الجزيل لكلية الآداب إدارة وطلاباً وطالبات وجميع قطاعات الجامعة والقطاعات اللي شاركت مع الجامعة في تجسيد، يعني ما أنا أقول يعني زي منظومة حقيقة سنذكرها في الأيام. وأجمل ما في العمل اللي هو أن الكلية تبدأ نشاطها وتنتهي بنشاطها كله خدمة للوطن وفداء للوطن. أنا أكرر شكري لإدارة الكلية والحضور الكريم والعمل الجبار اللي قاموا به حقيقة لتسجيل شيء بسيط جدا لناس استحقوا أكثر مننا. أقول كل اللي أقوله حقيقة يعني الله يحفظ وطننا ويحفظ قيادتنا ويربط على جنودنا اللي في الثغور وارحم شهدائنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا إن شاء الله يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سعادتي. يلا عبد العزيز. والآن مع
التكريم لمن أعطوا وبذلوا وعملوا في كليتنا الغراء كلية الآداب. هذه الكلية التي تبذل جهودها في إطار الجامعة الأم تسعد الآن بتكريم منسوبيها. فليتفضل صاحب المعالي وسعادة عميد كلية الآداب على منصة المسرح، فأهلا بهما في هذا التكريم. أحمد عدنان المكي، الطالب أحمد عدنان المكي. مملكتي مملكتي، حبي لمملكتي لحن يسليني، أشدو بروعته فخرا ويكفيني. الطالب حمد إبراهيم البحراني، لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني. الطالب يوسف سعد القرينيس، قد طبت يا أملا بالعلم يعليني. الطالب إبراهيم بن يوسف الدعيل، شوقا تناديني. الطالب سعد عبيد البيشي، الطالب عبد الله عادل الغزال، مشكة عزتها. الطالب عبد الله خالد القمع، الطالب أنس حسام العفور، الطالب خالد إبراهيم الفزع، الطالب عبد الله وليد البوعلي، الطالب وليد خالد المحيش. وطيبة الأخرى مشاعر كبرى بهادي. الطالب علي بن حسين البجبار، فقط نواحيها كل الميادني. الطالب راشد إبراهيم الدوسي، الطالب عبد العزيز بن سلمان الندي، كل المياديني. حبي لمملكتي. الطالب عبد الله فهد الصفية، الطالب مازن بن عبد الرحمن العبد الهادي. دخول من الجهة اليمنى يا شباب. فخرا ويكفيني. الطالب أحمد حسن الخليف، الطالب محمد سعد الهزاع، الطالب عبد العزيز سعود الجميع، الطالب عبد الرحمن بن بن ابراهيم الملح، الطالب عبد المحسن بن عادل الجوف، الطالب ابراهيم بن مبارك العدل، الطالب تركي بن محمد بودوخ، الطالب محمد بن صلاح بن سليمان السليمان، الطالب حسن علي الغنام، الطالب عبد الله عمر بوحلي، الطالب فارس يحيى الفارس، الطالب حسين بن محمد الشهراني، الطالب حسين محمد الشهراني. الشعب والعلماء الشباب تحيا البلاد. الطالب عبد الله بن سعد المسيب، نصرا يواجه. الطالب انور بن خالد الجري، الطالب عبد الله بن مرزوق الدوسري، الطالب عسام بن عادل البطيح، الطالب عبد العزيز بن محمد الدحيلان. فخرا ويكفيني حبي لمملكتي، حبي لحني. الطالب وائل باقر الشخص، الطالب احمد بن عبد الكريم العبد اللطيف، فخرا ويكفيني. الطالب انس عبد الرحمن بوسح، الطالب أنس بن فهد خير الله،
طالب محمد بن عبد الهادي الدندل. الطالب عبد المجيد بن صالح الغويني. الطالب حسين بن علي الماجد. الطالب مرتضى بن فؤاد الحسين. الطالب تركي المطيري. الطالب خالد بن محمد الجاسم. الطالب حسين بن عبد الله الأحمد. الطالب عبد الرحيم بن خالد الجوف. الطالب هاشم بن عبد الله الهاشم. الطالب علي بن حسين المحضار. الطالب هيثم عبد الرسول الراشد. الطالب عبد العزيز بن علي الجبيرة. الطالب فؤاد بن إبراهيم بنيان. الطالب عمر بن ناصر الدوسري. الطالب علي بن حمد الفارس. الطالب أحمد بن عبد اللطيف الموسى. أشدو بروعته فخراً ويكفيني. هذه مآثرها شوقاً تناديني. الآن الموظف الإداري بندر بن سليمان الهذال. بالعلم يعليني. والموظف الآخر وليد الجغيمان. الموظف خالد عبد الرحمن البدر. الموظف متعب علي العودة. الموظف أحمد محمد العامل. الموظف عبد الله جمعة الإبراهيم. والآن سعادة الدكتور عبد الله الفريدان. نصري وتمكيني بمكة البشرى وطيبة الأخرى مشاعر كبرى طالب هادي. والآن إهداء خاص من الطالب أنس حسام العفوري إلى طلاب قسم الاتصال والإعلام. أيضا فليتفضل الطالب أنس حسام العفوري لتقديم هدية لقسم الاتصال والإعلام. مجد يواسيني فاضت أياديها الحكماء بالشعب والعلماء تحيا البلاد نما نصرا يواتيني بالقادة الحكماء بالشعب والعلماء تحيا البلاد نما نصرا يواتيني. فليتفضل سعادة اللواء الركن عوضه محمد الشهراني. فليتفضل سعادة اللواء المدني علي الجيوي. وليتفضل سعادة العميد عوده ليل العنزي. فليتفضل سعادة المقدم فارس موسى العنزي. أشدو بروعته فخرا ويكفيني. Oh,
مملكتي مملكتي. حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني. يتشرف والد الطالبة، والد الطالبة التي قدمت الفيلم، إذا كان موجود معنا يتفضل. والد الطالبة التي قدمت الفيلم ارتفاع الشمري، الأستاذ ارتفاع الشمري. الطالبة هي رحيل الشم. الأستاذ عفوا، والد الطالبة هو الأستاذ رحيل الشم. طبت يا أملا بالعلم يعليني مشكة عزتها تزهو بغرتها وتحت رايتها. ندعو أصحاب السعادة وكلاء الجامعة لالتقاط الصورة الجماعية مع أبنائهم الطلاب، فليتفضلوا. وطيبة الأخرى مشاعر كبرى قلبي هاديني. سعادة وكلاء الجامعة تفضلوا إلى منصة القسم. فقد نواحيها كل الميادين، ضاءت سواحيها تقض ضواحيها، فقد نواحيها كل الميادين. أشدو بروعته فخرا ويكفيني. رياضها الأنقى بحبنا ترقى، تاريخها الأبقى مجد يواسيني، مجد يواسيني. فاضت أياديها ضاءت نواديها، ضاءت نواديها بلت أعاديها بالحزم واللين. بالقادة الحكماء بالشعب والعلماء تحيا البلاد نما، نصرا يواتيني. الحكماء بالشعب والعلماء تحيا البلاد نما، نصرا يواتيني. حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني. حبي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني. مملكتي مملكتي.
يعطيكم العافية. مملكتي مملكتي حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفي.